يأتي عيد الفطر بعد شهر كامل من طاعة الله تعالى في الصوم ومختلف العبادات، فتتجلى الفرحة في إكرام الله تعالى للمسلمين بالإفطار بعد مشقة الصوم والجوع والتعب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لنحكي أكثر مشاهدينا عن فضل وسنن عيد الفطر. بيسعدنا اليوم أن يكون معنا الشيخ عبد الله إسماعيل من الفريق الديني الشبابي. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. صباحك اهلا وسهلا وكل عام وانت بخير ان شاء الله. صباح الخير وكل عام وانت بالف خير. فضيلة الشيخ، خلينا نحكي عن مفهوم العيد في الاسلام وعيد الفطر بشكل خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اول شيء كل عام وانت بخير لكل وطننا الحبيب، كل عام وانت بخير للاخبارية السورية القناة المميزة وكادرها كلياته. العيد بشكل عام له مفهوم وفلسفة بالإسلام، بجوز الناس يعني بتفهم هذا الأمر بشكل خاطئ. العيد هو ما خرج عن العبادة لسات، يعني العيد هو جو من أجواء العبادة ولكن بمرحلة أفقية أو بنوع أفقي، يعني بين الناس، بين بعضهم، بين العبد وبين أهله، بين الأخوة، بين الجيران، بين أرحام. هاي عبادة التكافل، المحبة، الزيارات، الإنفاق، العيادي، هاي كلها حنحكي عنها هلأ، بس هاي كلها أجواء عبادة ولكن أفقية. العبادة اللي كانت بحالات قبل العيد، اللي هي سواء بالعيد الفطر بيكون قبله في رمضان، فهي حالة عبادة بين العبد وبين ربه، حالة خلينا نسميها عمودية. أو بالحج بالعيد الكبير عيد الأضحى كمان بيكون في عبادة في نسك، هذه بين العبد وبين ربه. بيجي العيد بتصير بتتحول العبادة بين عمودية، بتصير حالة عبادة أفقية بين العباد. فالعيد بالإسلام ما أنه هو تحلل من العبادة أو انتهاء للعبادة، لا، عبادة ولكن من نوع آخر. عبادة فيها جبر الخواطر، عبادة فيها افتقاد للفقراء، عبادة فيها نشر المحبة، عبادة فيها نشر الفرح بين الأولاد، عبادة فيها الزيارات، فيها الهدايا، فيها التكريم، فيها السيارين، فيها الطلعات، فيها الروحات، فيها الجيات. فما يفكر الإنسان أنه والله العيد هو خلاص، يعني كنا نحن نعبد الله هلأ أخذنا إجازة من العبادة، لا، نحن عبادة مشان هيك نتم نراقب الله عز وجل، ولكن بحال تاني. العيد اسمه عيد لأنه هو يعود، فيعود الإنسان إلى هذا العيد كل مرة بوجه آخر من أنواع العبادة. تمام، خلينا نتعرف أكثر على فضائل عيد الفطر. عيد الفطر سبحان الله هذا بالذات هو نوع من أنواع الجائزة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان الصائم. مثل ما تفضلتي وقلتي بالمقدمة أنه الإنسان الصائم هو تم 30 يوم عم يصوم ويقوم. شو وقت عم يصوم؟ يعني عم يمتنع عن الطعام والشراب، يعني تقريبا حوالي 10 ساعات 12 ساعة حسب انه صيف وشتي وهيك. احيانا بوصل ل 16 ساعة مثل ما وقت مر علينا بعز الدين الصيف. فالانسان عم يمتنع عن الشراب والطعام، عم يصوم لله عز وجل، عنده اخلاص تبتل لله عز وجل. بيجي هالكم ساعة بالليل بقوم فيهم قيام لله عز وجل، بروح على المسجد بصلي التراويح، برد فيه قبل السحور بصلي تهجد، بيمسك كذا ختم من القرآن الكريم بيقرأ. فهون حالة عبادة هيك متواصلة مع الله عز وجل، خلينا نسميه قاعد كأنه معتكف في محراب العبودية بين يدي الباري سبحانه وتعالى. بيجي العيد كأنه يعني مثل جائزة بيفرح فيها العبد، مثل ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان، يفرح بفطره ويفرح إذا لقى ربه. فالفطر هون بيفرح الإنسان الصائم وقت بيفطر، ما بيفرح أنه خلصنا من رمضان. في ناس بفكروا أنه بيفرح أنه خلصنا من رمضان كأنه شو عقوبة وخلصت، لا، بيفرح أنه كأنه مثل الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان مكافأة، عطاء عيدية، وجود العيد جائزة يعني، ففي فرحة تماما. فهو جائزة لهذا الإنسان، ولكن مثل ما حكينا بتتحول لنوع تاني من العبادة. من فضائل هذا العيد انه هو بعد شهر كان الابواب الجنة كلها مفتوحة وابواب النار مغلقة والشياطين مكبلة، فهو شهر قريب من الروحانية، يعني هو غير ايام بقية السنة بصراحة. يعني بعد دورة تدريبية برمضان
الإنسان كان فيه عم يساوي دورة تدريبية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عم يرقي نفسه، عنده تنمية من نوع خاص، تنمية بشرية من نوع خاص. يعني في أحيانا بعض البلدان بيساووا رياضات روحية سواء إلى حالة، يعني حالة نفسية أو حالة جسدية بتستمر أيام. رمضان هو أوسع من هذا الأمر، رمضان هو أفضل من هذا الأمر، لأنه في ارتباط بين العبد وبين رب السماء مباشرة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بينك وبين الله مباشرة. طيب بعد هاي الحالة، بعد هاي الدورة التدريبية العالية المستوى الروحية فيها رقي الإنسان بترقى لدرجات الملائكة، بيجي العيد. فهو صحيح أنه هلأ بيروح وبيرجع ومبسوط وبفوت مطاعم وبيطلع وكذا، ولكن هو لساته متأثر بجو روحاني حلو بيمتاز عن بقية الأيام وحتى عن العيد الثاني. دائما معروف أنه العيد هو فرصة للالتقاء اليوم ما بين الأشخاص، وأيضا هو فرحة للأطفال بشكل خاص. خلينا نحكي عن أهمية العيد بالنسبة للأطفال. تماما. هلأ بالنسبة للقاء بشكل عام ما تفضلتي بداية السؤال، كتير حلو انه نحن هلا يعني شوف العيد في وفاء حتى بالنسبه للاموات. اذا بتلاحظوا اول يوم العيد حتى الناس بزوروا بزوروا القبور. هلا زياره القبور معلومكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رغبنا بزياره القبور مشان نتذكر الموت، وفيها كمان باب من ابواب الوفاء. واول ما دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مكه وهو فاتح بعد ما حرموه المشركين منها 13 سنه، دخل مكه وأول ما زار أمنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، وحتى نصب خيمة عند قبرها وقعد ساعات طوال. فسيدنا محمد شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور سابقا، ألا فزوروها. نسخ الحكم، بعدين ذكر العلة، قال فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور فيها وفاء بالعيد، يعني قبل ما يعيدوا الأحياء بروحوا بعيد، وهذا شيء طيب. طبعا مخالفات شرعية هاي لحالة حكم تاني، إذا واحد صار مخالفات شرعية بالمقبرة هي حكمة مثل حكم مخالفات شرعية خارج المقبرة، ما لها علاقة يعني. هاي واحد. اثنين، زيارات بر الوالدين، صلة الأرحام، الرحم، مقام صلة الرحم. في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول الرحم تتعلق بأشجان العرش، تقول يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني الرحم معنويا اللي احنا مسميين الرحم، ليش؟ انه هو رحم المكان الذي يجمع، او هو اللي مبدا حياه الانسان، هو بيجمع بين الاخوه، هو بيجمع بين العمات بين الخالات. فهون شو هذا الرحم، هذا مقام الرحم، يعني بناجي ربنا سبحانه وتعالى بقول يا رب مقام العائذ بك من قطيعه، يا رب انا خيفان انه يصير في قطيعه بكره. شو بقول لرب العالمين بالحديث القدسي؟ بقول الا يكفيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. للرحم بتقول بلا يا رب. فالإنسان يلي بده هلأ بالعيد يغتنم هذا الأمر، هو من بشره بأنه الله سبحانه وتعالى بده يكرمه بالوصال، واللي بده يقطع رحمه وجدته فرصة العيد هذا الإنسان والعياذ بالله ربنا بده يقطع عنه الخيرات، بده يقطع عنه الفتوح، بده يقطع عنه الحالة النورانية اللي لازم ينعم فيها الإنسان المؤمن. بالنسبة للأطفال كتير حلو يعني العيد. الأطفال برمضان ما هم مهملين، كمان مشان خلينا ننوه إنه في ناس سبحان الله عطول بصراحة، عطول تأخذ أفكار هيك سوداوية شوي عن بعض العبادات، بفكروا إنه العبادة أو الروح على الجامع أو التراويح أو الصيام هي عبارة عن عقوبة ومأت وما في سرور. صحيح. هي واجب، بس بفكروها إنه يعني من قبيل إنه يعني كأنه عقوبة، كأنه هيك يعني إلزامية شغلة كأنه فيها خالية عن السرور، خالية عن الروحانية. الأطفال بيروحوا بالتراويح، في مساجد على فكرة بالتراويح يعني بقيام الليل، في مساجد بيعملوا غرف خاصة بيلتهوا يعني شو اسمه بياخذوا الأولاد وبيلعبون وكذا بما أهلهم يصلوا التراويح. قد ايه مهم اليوم وجود الأطفال داخل هذا المكان؟ كتير ضروري لحتى نحن بكرة ما يعني نتعذب، نحن نقول لهم تعالوا تفضلوا على الجامع، خلين بينهم وبين رب العالمين في تواصل، خلي الإنسان على طول ينشأ على زيارة بيوت الله عز وجل وعلى العبادة ببيوت الله عز وجل. هلا خلص رمضان والولد كان عايش برمضان بجو حلو في مع اهله السحور والفطور، بيصوموا درجات المادنه، اذا صغير بيصوم للساعه 10، اذا اكبر شوي بيصوم للظهر، اذا اكبر شوي بيصوم للعصر، اذا صار منيح بعمره بنيته خرج يصوم بيصوم للمغرب. صحيح. حسب حال النمو، ما بصير احنا نصوم ولد يكون لسه تعميمه للمغرب ما اثر عليه على نموه. طيب هالولد هلا خلص صار في عيد، لازم يحس كمان بالمكافاه الولد.
فبتلاحظوا انه بتفتح بصير في مشترات ثياب وبيشتروا له ثياب جداد والعاب وكذا وهذا. هلا العيديه بتجي عاد بالعيد، شوف هي شغله بسيطه بس الولد كثير كثير بيفرح فيها، انه بيروح بياخذ عيديه من خاله، حتى الكبار بيفرحوا بالعيديه. اللي بياخذوا الكبار اللي بياخذوا بيفرحوا بالعيديه، حتى اللي بيعطوا هن بيفرحوا، لانه من اسعد الناس هو من اسعد الناس. فهي العيديه، الملاهي، المولات، الروحات، السيارين للاولاد كثير كثير مهمه، بس كمان نزرع فيه نفس الفكره انه نحن هلا يا بابا، نحن هلا يا عمو، نحن رايحين هلا مشوار، نحن لساتنا بعباده، عباده رب العالمين هلا صار عباده من نوع ثاني، عباده المحبه، عباده الزيارات، عباده الارحام، بدنا نروح نسلم على تيتي، نسلم على جده، لازم نزرع فيهم هذا الشيء. بعدين موضوع الالعاب، مشتريات الالعاب وتفريحهم، كمان لازم نحط هيك بعض الضوابط انه ما نشتري غرض ممكن يؤذي. هاي العاب العيد معروفه تبع مسدسات ورشاشات هي تبع الخردة في منه بتاذي. إيه كمان ننتبه لهذه المساله، احيانا كمان المفرقعات هي نوع انواع المتفجرات الصغيره، هي كمان احيانا بتكون مزعجه بالليالي وكذا، فحلو انه نفرح اولادنا وكذا مع ضوابط الحفاظ على راحة الآخرين وسلامة الآخرين. فالأطفال لهم أولوية بالعيد. نعم. الأطفال لهم أولوية بالعيد، الإسلام كرس هذا الأمر أكيد. طيب ممكن شيخنا تخبرنا عن سنن وأداب عيد الفطر؟ تماما. هلأ بعيد الفطر فكر العالم أنه خلاص كانوا ماسكين قرآن، هلأ خلصنا كنا عم نصلي بالجامع كل يوم، لا لا، الجامع ما راح تسكر، ما راح يلموا المصاحف من الجامع ولا من البيوت. والصيام، في صيام، شوفوا في احنا عندنا اول شيء صلاه العيد. العيد ترتبط فيه عبادات مباشره، بتتنوع هاي العبادات. اول شيء عندنا شيء اسمه صلاه العيد، يعني العيد نفسه في صلاه، فاول شيء بالعيد هو عباده الصلاه ولقاء الناس بالجامع. هذا اللقاء كثير حلو، بيجمع كل الناس بعيد بعضهم بقلب الجامع اول يوم، واستماع لخطبة العيد. خطبة العيد هي عبارة عن لقاء توجيهي من قادة الرأي بالمجتمع، اللي هن السادة العلماء. احنا اجتمعنا وكنا مع السيد الرئيس بالصلاة بالمسجد، وكان في لقاء مع يعني الأخوة العلماء وعموم الناس والحبايب اللي اجوا على صلاة العيد، وكان في شيء اسمه خطبة العيد. هاي الخطبة بتذكرنا بأهم شيء لازم نتمسك فيه بالعيد، بالإنفاق وبذل المعروف وإغاثة الملهوف والعطف على الأرامل والأيتام وإكرام الأطفال وإكرام الفقراء وزيارة الأرحام والعناية ببر الوالدين. طيب معناتها العيد ببلش بعبادة اللي هي الصلاة. هلأ في عنا صلاة، في عنا صدقة، تعرفوها صدقة الفطر، تعرفوا إمتى هي بالأساس لازم تكون، هي لازم أساسها تكون قبل خروج لصلاة العيد، يعني الصبح، صباح العيد عند صلاة الصبح، من صلاة الصبح لصلاة العيد هالساعة زمان. احنا منطلع برمضان مشان نستفيد الفقير أكثر، معناتها العيد نفسه فيه عبادات، فيه فضائل سنان، عندنا الصدقة، عندنا الصلاة، وستة من شوال كمان أول يوم العيد لازم هذا يكون إفطار، ما بيجوز نصومه، لأنه هذا هدية من رب العالمين ما بصير. ولكن ستة شوال ببلش، إذا حد واحد من اليوم ببلش، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم العيد، من صام رمضان عفوا، من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر، كأنه صام كل عمره. فعندنا نحن صدقة وعندنا صلاة وعندنا صيام، فهاي بالنسبة لنسك وفضائل العيد من حيث العبادة. هلأ عندنا من فضائل العيد يلي تتعلق بموضوع الأرحام. العيد باب من أبواب توسيع الرزق على الإنسان، كل ما أنفق في ملائكة بتقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ملائكة عم تدعي، والله بستجيب، ما عندهم ذنوب للملائكة. اللهم أعطي منفقا خلفا، كل إنسان فقير، كل إنسان محتاج، كل إنسان، شو قال الشاعر؟ قال وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل. أنت هلأ معك ابنك وعم تجيبه بالسيارة وتأخذه على المول وترجعه على السيران، شوف اللي مات أبوه بالحرب، شوف اللي راح أبوه، شوف هذا اليتيم الصغير مين بده يأخذه، مين بده يجيبه. حاول أنك تسعده، حاول أنك تكون يعني ظهر هو ينستند عليك يرجع لك، خصوصا إذا كنت بتقربه، إذا كنت بجاره، إذا كنت رفيق أبوه قبل ما يموت، هذا من وفائك لصديقك. فهدول الأيتام اللي الحق علينا بالعيد. وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني الله يطول عمره، كل عالم بتحب هذا الشيء ما هي، وأن يبسط له في رزقه، يعني الله يكثر رزقه. أنا دول الشغلتين على فكرة، المسلمين والغير المسلمين، يعني مؤمنين وكفار، بحبوا هذا الأمر. مين ما بحب أن يكون يزيد رزقه؟ كل الناس. ومين ما بحب أنه يطول عمره ويتجنب أمراض والموت؟ كل الناس كمان. طيب تحب هذا الأمر، خلي عندك شيء أساسي اسمه صلة الرحم. من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. هلأ العيد من فضائله صلة الرحم والزيارات. بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم الشيخ عبد الله اسماعيل من الفريق الديني الشبابي، ومثل ما ذكرت حضرتك العيد هو فرحة العطاء وفرحة صلة الأرحام. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك شيخ، يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله.